مساكم الله بالخير وحياكم الله معانا بليله جديده ومن ليالي رمضان. يا هلا ومرحبا فيكم من خلال شاشه قناه الكوت. نتواصل معاكم من خلال برنامج هاتريك، هذا البرنامج اللي قلنا هذه السنه نبيكم بدل ما تفوزون مره ولا مرتين، لا والله بنثولثها، وايضا في فرصه رابعه للفوز معانا في هاتريك من خلال ثلاث سحوبات راح تكون في كل اسبوع من رمضان ان شاء الله. ان شاء الله من خلال تواصلكم بالمسجات راح تحصلون على جميع الجوائز اللي قدموها لنا الشركات الراعيه لبرنامج هاتريك. كل الشكر لجميع هذه الشركات، نذكر منهم شركه الانوار للسفر وكذلك عطور امل الكويت، وايضا مطعم الساحه وبلبيري، كافي شوب باستيل ايضا قدم مجموعه جوائز، وكذلك مستشفى السيف ما زالوا بيطيحوني بالغلط وكاتبين لها بالشين مو بالسين، انزين، وكذلك الكترونات الوزان ومطابخ معرفي راح يكونون معنا من خلال السحب الاسبوعي، قدموا لكم جائزه قيمه ما شاء الله تبارك الرحمن. كل هذه الجوائز لكم اكيد من خلال تواصلكم في برنامج هاتريك، وكذلك المشاركه تكون من خلال مسج ممكن ترسله على هذه الارقام لبرنامج هاتريك، وفالك طيب ان شاء الله، ويا رب يحوشك الحظ، وإذا كنت بحظين يحوشك النصيب وتشارك معانا من خلال رسالك، مو مسج لا كثر أكثر المسج إن شاء الله توصل معانا. هذه الأرقام خلكم معانا نذكركم فيها ورادين في هاتريك. حياكم الله معانا من جديد. راح نبلش معاكم لعب اكيد من خلال الكاش، اللي طيح البرج راح ياخذ 100 دولار كاش، وايضا معانا اتصال ما يمديني اكمل. نقول الو احمد. احمد الو. نعم يا هلا، كل مبارك عليك ما تبقى من الشهر. الو عليك احمد، اسمعني من التليفون وليس من التلفزيون. اوكي يلا حياكم الله. يلا احمد. احمد نعم عاد ابيك تونسني، ابيك تونسني وتفوز ان شاء الله. يلا ابيكم تغيرون مودي وتدخلوني مود وناسه. يلا هذه 100 دولار، لا مو 200، 100 قلنا 100، هذه 100 دولار عليك بالعافيه، ويلا اسحب لي رقم روح. ابي رقم، قرب الكاميرا، قربوا للكاميرا يا الربع، هذه قربنا لك اياها تامر امر. يلا أبي رقم. اثبت ب 100. ها 15. رقم 15، هذه 15 سحبناها طلعت بلوشي. احمد يلا لك فرصة ثانية، والسؤال يقول ما هي أصغر وحدة قياس الوزن عرفت حتى الآن؟ ما هي وحدة قياس الوزن؟ أصغر وحدة، يعني مو كيلو ولا جرام. ها اختيارات، قول لي اختيارات. انا اعطيتك انت كملهم، هل كيلو ولا جرام ولا اصغرهم نانو؟ نانو. نانو ايه، يلا نانو عطوا صح، يلا يستاهل ولدنا احمد يستاهل. يلا عطني من 1 ل 20 اي رقم. رقم 3. رقم 3، وهذا الثلاثة وسحبناه، وهذه جائزتك. حلو بنلبد لك اياها ان شاء الله تفوز بجائزة ثانية بعد. عطني رقم مفتاح. رقم ايش؟ 23. 23، هذا الثلاثة وين 23؟ قمنا نضيع حتى هذا 23 وكبشناه. يلا تعالوا الى الصندوق، هذا كم 23؟ يلا 23. شباب اليوم كم جائزه بالصناديق؟ هذا 23، في منهم صناديق عمرانه وفي منهم صناديق لا لا صندوقك عمران. احمد اي لا 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 عليك بالعافيه، اول شيء فزت معاي بكابون مقدم من مطعم الديره للمأكولات الكويتيه، وايضا كابون من مستشفى السيف عليك بالعافيه،
وفزت معانا بجهاز بلاك بيري زد 10 شغل عدل، تشتش على كيفك بالجهاز، حلال عليك. وكل عام وانت بخير يا اكونها ولا ما اكونها؟ لا والله كانت. يلا بعد عطونا الو. ناخذ بعد اتصال وياكم من خلال البرج هذا، يعني 100 دولار ناطرتكم. كل اللي عليك انك تتواصل معنا بارسال خلينا نقول اعداد من المسجات، وان شاء الله فالك طيب وتشارك معنا في برنامج هاتريك. وهذا الكاش موجود والاسئله موجوده. واليوم شو اللي بيفوز؟ اول كم اتصال بتفوزون؟ يلا هذا عبد الله، اعطونا عبد الله. الو. هلا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عبد الله. كم عمرك عبد الله؟ عبد الله. قصر على التلفزيون عبد الله أول عشان تسمعني عدل. 20. ها؟ 20. شنو هذا الرقم اللي 20 قال؟ 10؟ 10 سنين. 10 20 10 20 شنو؟ 10 سنين. اي 10 سنين. اوكي نقرقم عبد الله. قول. ها؟ 12. يلا عبد الله هذا 12. تامر امر يا عبد الله هذا 12. لحظة عبد الله شكله اختيارك اكشر. هذا 12 نسحبه بشويش. عبد الله وين راح عبد الله؟ يطيح ولا ما يطيح؟ يطيح. لا ما يطيح. ايش رايك عاد؟ يلا عبد الله تعال. عبد الله في احد يمك؟ لا ما حد يمك؟ زين يلا خلي اللي يمك يساعدك. يلا يقول لك منصب سياسي حالي، منصب سياسي حالي ورد ذكره في القرآن الكريم في سورة طه والفرقان، شنو المنصب؟ قول يا عبد الله منصب. خيارات. منو؟ خيارات. خيارات. ايه خيارات. انزين هل هو وزير ولا وكيل وزارة ولا ملك ولا مدير؟ ملك. ما قلت ملك، انا ما جبت ملك. عبد الله وزير. منو؟ وزير. اي. يلا عبد الله يلا بالسيارة. يلا عطني من 1 إلى 20. 20 بعد. يلا 20. وين 20؟ اليوم العكس، اليوم العادة فوق واحد، اليوم يلا ماشي. هذه 20. يلا عبد الله. نعم عبد الله. كابون من كافي شوب باستيل وايضا كابون من بلبيري، عليك بالعافية. ونقلي مفتاح من 1 إلى 20 بعد. 19. مستعيل العبد. هذا 19. مستعيل وايد عبد الله؟ لا. ها مستعيل وايد. يلا تعال وياي. تعال على 19. وهذا 19. وهذا صناديقك وبطلناه عبد الله. انا اسف جدا، صندوقك فاضي، ما طلعت ويانا الا بكافي شوب باستيل وايضا كابون من بلبيري، عليك بالعافيه. وهذا جائزتك. لا ما كانت. لحظه شوي بنزل. لحظه تعال هذا ادش هني. جائزتك انت، جائزتك من حاشه. حسين. الو. هلا. يا هلا، مبارك عليك ما تبقى من الشهر يا رب. مبارك علينا وعليك. يا ربي تبارك على الجميع. حسين. هلا. 100 دولار كاش بتاخذها؟ ان شاء الله. يلا قول يا رب. نقلي رقم وانا من هني. يا رب. نقلي رقم. وين الكاميرا بشوف؟ هلا؟ أنا جيت. جيتك. يلا قول. 10.
10 هذا خذوا منه غيره. إيه يلا. ما يصير عشرة؟ لا لا لا، إن الطابق انسحب منه. عطني من الأرقام اللي طابق اللي ما انسحب منها شيء. 9. هذا 9. 9 والله شكله ثقيل. 9 ثقيل، يطيح ولا ما يطيح؟ شايطي. يا الله يطيح، يا الله يطيح، يا الله يطيح. ما طاح، ما طاح، ما طاح. ولكن حاول مرة أخرى، والسؤال يقول رايح هونغ كونغ. شو السؤال؟ هونغ كونغ، رحت هونغ كونغ؟ هونغ كونغ؟ إيه. إيه. رايح. لا. أيه توه إيه. ينزين. سؤالك يقول، سؤالك هونغ كونغي. إيه. يقول لك هونغ كونغ. يقول. يقول لك إيه هونغ كونغ إحدى دول شرق آسيا. فما معنى هونغ كونغ؟ يلا احدى دول شرق اسيا. شنو الخيارات؟ الخيارات معنى اسم هونغ كونغ، هل اي الوادي العطر ولا الوادي الاخضر اي ولا الوادي الودر؟ هذه من يحيى اشكناني مخرجنا. يلا الوادي العطر ولا الوادي الخضر ولا الوادي الودر؟ يبا تكفر بك ساعدنا بعد، اعطيك خيارات والوقت راح. قول راح الوقت، راح الوقت. يلا ما يخالف، ما يخالف. بعد بعد لك فرصة أخيرة. عاد يا سرايين يا ظلمة، عطني رقم مفتاح. عاد العطر. عطنا من 1 إلى 30، أي رقم؟ أنا قلت لك الوادي العطر. راح الوقت خلص، أبيك أسرع من كذي. متأخر التلفزيون. خليك معي على التليفون حبيبي، يلا تعال. من 1 إلى 30. عادي تكفي وهذا تخسرنا. لا لا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله، يعني حظك انت حظك. يلا روح. يلا عطني 14. يلا شوف حظك شلونه هالايام. حظك زين ان شاء الله. يلا ان شاء الله تعالوا وياي. يلا تعال تعال تعال، هذا انت مشى. يلا انت حظك يا سرايين يا ظلمه. قلت لي 14 وهذا 14. افتح لل 14. شلونك اقول؟ يلا ما عليه، هارد لك والله، مو بيدي والله، ما بيدي والله. لو بيدي احط لكم بالصناديق كلها، في كل صندوق جائزه، لكن اللعبه هني بالصناديق. الفرصه الاخيره انه عندنا 4 جوائز او 5 جوائز موزعه ب 30 صندوق، 5 منهم و4 اللي فيهم الجوائز، الباقي ما مش نقول. الو محمد. هلا والله، كيف حالك؟ بخير الله يسلمك. طيب ان شاء الله الحمد لله. ما شاء الله. $100 تسحبها ولا لا؟ ما في مشكله. تبي ال100؟ ليش ما تبي؟ يلا تعال، يلا تعال وياي. اسحب لي، اسحب اسحب، روح. اي رقم؟ اي رقم؟ اي رقم تبي من هالبرج اللي قدامي؟ انا ما اعرف شلون، ترى بعيد مو من الكلام. زين، دام انك برا البيت، شوف ايه قدامي حطب فوق بعض البعض. عرفته؟ عرفته؟ ايه. يلا نقلي رقم عندك من 19 وتصاعد. من 19 وتصاعد، زين. عاد رقم 12. عندك 1، 2، 3، 7، 9 وانت رايح. رقم 12، هذا رقم 12. 12 خذوه، خذوه غيره. 19 عطنا. 19 خذوه غيره. لا موجود. ما لا 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 لحظه لحظه لحظه، مخرجنا مخرجنا صايدني. يلا ما في مشكله. يلا هذا 19. واسحب اسحب 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 اسحب. يطيح ولا ما يطيح؟ ان شاء الله يطيح. ان شاء الله ان شاء الله يطيح. ما طاح ما طاح، ما يخالف ما يخالف ما يخالف ما يخالف. يلا يلا ناخذ بعد سؤال، ركز بالسؤال. يلا يقول لك ما هي، يخرع، ما هي عاصمة بريطانيا قبل لندن؟ ما قاعد اسمع صوت قطة. ما هي عاصمة بريطانيا قبل لندن؟ صوت قطة ما سمعته. ما هي عاصمة بريطانيا قبل لندن؟ ما سمعته والله. هم ما سمعت؟ ما قاعد اسمع صوت قطة. ما هي؟ شنو عاصمة بريطانيا قبل لندن؟ انا قاعد اسمع بس بريطانيا ولندن بس.
لا قبل لندن في عاصمة ثانية. يلا راح عليك الوقت. انت قاعد بالسرداب؟ لا لا مو قاعد. يلا اخر فرصة لك، عطنا رقم من 1 ل 30، اخذ مفتاح. مو انا على السؤال ما سمعت، خلاص هو جاوب انا ما في مشكلة. ها؟ انا جاوب على السؤال بس خلاص اسمع السؤال ما سمعته. راح اسأل الحين، انت الحين عطني رقم، عطني رقم وان شاء الله تضبط وياك. من 1 ل 30 ها؟ من 1 ل 30. 14. 14. لا 14 اللي قبلك خذها غيره. رقم ثاني اختار؟ اي رقم ثاني. عطنا 12. 12 موجود، 12 موجود، هذا 12. يلا تعال وياي. دام انك يلا ان شاء الله يا رب يطلع لك شيء بالصندوق. وين ال 12؟ كاهو وينه؟ وينه؟ وين كاهو 12؟ كاهو ال 12. ايوه افتح ال 12. خيي خيي انا اقول لك درب السلامه ابوي، درب السلامه دام جهازك يقطع ولا مركز وياي. ما طلعت ويانا ما ميش. عموما بعد اتصال. الو 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 سيد. نعم سيد حسين، كيف حالك؟ الحمد لله. طيب ايه 100 دولار تبيها؟ ايه اكيد. ايه يلا دام انه ايه تعال نقلي رقم، رقم ب 100 دولار. روح عطني رقم. خليني اشوف الارقام. يلا عطوا الارقام، كاهي الارقام وياك. روح رقم 16. احب اللي يركز وياي، احب اللي لما ينقي رقم دارس اللعبه عدل. يطيح ولا ما يطيح؟ ان شاء الله يطيح، 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 لا ما طاح، لا ما طاح. يلا راحت عليك. يلا عطني الحين السؤال، عطوا السؤال. يلا السؤال يقول ركز ركز، يقول لك من هو النبي المعروف في القرآن بذي النون عليه السلام؟ من النبي الذي عرف بالقرآن بذي النون؟ ها يا سيد. الله الوقت قاعد يروح يا سيد. نبي يونس. بذي النون، من هو النبي الذي النبي يونس؟ نبي يونس. يونس اي صح اي اي قاعد يتكتكها ومخبخها. يلا تعال نقلي جائزتك من 1 ل 20. ها رقم 16. 16؟ رقم 10. رقم 10 كاهو 10. هذا 10. فزت معانا بكبون من عطور امل الكويت زائد كبون مطعم الساحه، عليك بالعافيه. وفوق عطني مفتاح. رقم 27. 27 لا انت اليوم مركز وايد، هذا 27. تعال 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 27. بس اعطيكم معلومه، اعطيكم معلومه. اللي ما شاء الله تبارك الرحمن لا اله الا الله عليه، عيني عليه بارده عشان لا احد يقول لي نظلت اليوم يصير في شيء. اللي يحط لنا الجوائز بالصناديق ترى شوي طويل، فما ادري حط تحت ولا ما يحط الله اعلم. يلا 27 حطيته تحت ولا ما حطيته اليوم؟ ها؟ حطوا ولا ما حطوا؟ لا ما حطه، ماكو شيء ماكو شيء ماكو شيء ماكو شيء. عموما عليك بالعافيه سيد، كبون مقدم من عطور امل الكويت زائد كبون مطعم الساحه. ونطلع معاكم فاصل صغير ونرجع معاكم نستكمل اللعب والوناسه والجوائز في هاتريك، لكن بعد هذا الفاصل. حياكم الله معانا من جديد في برنامج هاتريك من خلال شاشة قناة الكوت. نتواصل معاكم بجوائزنا والكاش والنقدي موجودين. كل اللي عليك انك تتواصل معانا من خلال مسج الدزة على أرقام برنامج هاتريك اللي تشوفونهم خلينا نقول طوال اليوم من خلال برامج قناة الكوت، وكذلك من خلال برنامج هاتريك بين فترة وفترة نقط لكم أرقام إن شاء الله تضبط وياكم، تدزون مسج وتشاركون وتفوزون بدل مرة مرتين وثلاث
والرابعة إن شاء الله جاية بالطريق السحب ما شاء الله تبارك الرحمن، أيضا في جوائز قيمة راح تكون معاكم. كل عليك ترسل المسج لبرنامج هاتريك على هذه الأرقام. رجعنا معاكم والكراش ملبد وجاهز والاتصال بعد يالنا. بعد نقول الو علي بالنعلة بس هو قاعد وين في اي سؤال؟ الو علي هلا ايش قاعد تقول توك؟ ما قاعد اقول شيء. صدتك 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 قبل الهواء. الو الو علي مبارك عليك ما تبقى من شهر ابوي علينا عليك يتبارك يا رب على الجميع. هذه 100 دولار علي اسحب لي رقم. اي حاضر يلا يحضر لك الطيب. ها بس دقيقة خلنا نفكر شوي. يلا الوقت كله وياك بس عاد مو تاخذ لك نص ساعة. يلا لا ان شاء الله تمشي. يلا ان شاء الله. ها آه. تسعة تسعة وينت وين تسعة؟ اه تبي تسعة لحظة وين انت؟ اه كاهو تسعة كاهو لا تسعة اكشر علي. هلا يطيح ولا ما يطيح؟ بإذن الله يطيح. بإذن الله بإذن الله قول ان شاء الله. ان شاء الله. آه طاح ولا ما يطيح؟ ان شاء الله يطيح ان شاء الله يطيح. لا ما طاح لا ما طاح. والله علي انك ذيب انا اشهد انك ذيب كان على وشك انه يطيح. عموما يلا لا تكدر عندك السؤال جاي يقول سؤالك اكشر بس اساعدك. يقول لك ما هو الاسم الحالي لمملكه سيام اللي هي ما ادري وين التي تقع في شرق اسيا. الاسم الحالي لمملكه سيام قبل يسمونها سيام الحين شو يسمونها؟ ها ها يا علي ما في يلا يلا هل بانكوك ولا تايلاند ولا ماليزيا؟ ما يصير تعيد؟ بانكوك ولا تايلاند ولا ماليزيا؟ بسرعة. راح الوقت يا علي راح فكرت وايد. بانكوك تايلاند راح الوقت خلص. تايلاند الوقت راح. عطني مفتاح اسرع. عطنا مفتاح اي رقم؟ الصوت بعيد عندك. يلا من 1 إلى 30 أي رقم؟ الصوت في صدى أنا من نص ساعة قاعد أجاوب والله. الوقت راح. أنت أول شيء جاوبت غلط وبعدين الوقت راح ولا يروح عليك المفتاح بسرعة. من كم لكم؟ من 1 إلى 30. علي أنت 20. قاعد تسمعني من التلفزيون؟ 20. رقم 20 يلا 20 انا اخذ له 20. علي بس اسمعني من التليفون مو من التلفزيون. كل اللي قاعد يخسرون معاي كلهم من التلفزيون من التليفون. اي تمام يلا قلت لي 20 هذا 20 خل نروح حق 20 بسرعه. نفتح لك ال 20 في ولا ما في؟ في ولا ما في؟ راحت عليك يا علي معلش هارد لك اليوم. شو السالفه اليوم؟ ها يلا ماشي ما عليه ما عليه الخير بقبال ان شاء الله. نقول الو سلمان. نعم كل عام وانت بخير ابوي. وانت بخير وصحة وسلامة. مبارك عليك ما توقف من الشهر. ها؟ يلا ماشي. ها؟ علينا وعليك. علينا وعليك تبارك يا رب. ما ادري اليوم السمع شوي عندي مو ذاك الزود. انزين يلا عطني رقم. 22. 22. هذا 22. ان شاء الله يطيح ان شاء الله يطيح ان شاء الله يطيح ان شاء الله يطيح. لا ما طاح لا ما طاح. يلا ما عليه ما عليه ما عليه. يلا معلش معلش فرصه ثانيه. يلا ركز بالسؤال وقبل الوقت جاوبني قبل الوقت. ما هو اسم العالم الذي اكتشف
الدودة المسببة لمرض البلهارسيا. الله يكافينا شرها الدودة. ممكن خيارات؟ هل اسمه بلهارس ولا تلهارس ولا جلهارس؟ بلهارس. بلهارس؟ ايه. اي كذي تعجبني صح. يلا تعال نقل جائزتك. قول اي رقم. من واحد لكم؟ من واحد لتسعتعش. ستة. ستة خذوه ولا ما خذوه؟ لا كاهو ما خذوه. هذا رقم ستة. ستة. اولا اقول لك مبروك فزت معانا بكبون مطعم الساحة وكبون من بلبيري وفوقهم مفتاح. يلا عطنا رقم. ثمانية. تبي ثمانية؟ هنا. هذا الثمانية كبشنا لك اياه، هذه كبشتك. يلا فيها هبشة؟ ان شاء الله. يلا ان شاء الله تهبش هبشة حلوة ان شاء الله ان شاء الله. تعال تعال. قلت لي ثمانية ها؟ هنا. اوكي هذه الثمانية وهذا المفتاح وصندوق بطلناه. والثمانية تقول لك اخي حظا اوفر ولكن عليك بالعافية كبون مطعم الساحة ومن بلبيري وهذه جائزتك كوناها. لا نبي شو اسمه شيء اكبر ما قاعد اكون اليوم لا اسمع ولا اكون. خوش راح نتواصل معاكم ان شاء الله اكيد. واذا كنا قايلين لكم يا جماعة انا اذكر البارح قلت لكم ان اليوم ان شاء الله راح يتم السحب الاول، لكن قلنا بما ان تو اول رمضان بلشنا فيه اليوم سادس رمضان، اليوم ستة رمضان، قلنا نعطي حظ اوفر زيادة بعد حق كل اللي ودهم يشاركون ويدشون بالسحب، فقلنا نسوي شفت حق السحب يوم او يومين على ما ايضا فرصكم تكون احلى واحلى عشان تدزون بعد زياده مسجات وتدوبلون الفرص. نقول الو. 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 لحظه خليه بكرتي خديجه لحظه كرتي طاح. الو. يلا الحين نقول الو. خديجه. الو. حياك الله. الله يحييك. خديجه 100 دولار نقلي رقم يلا عطوها البرج يلا. اي رقم؟ يلا ها ناطر انا. 14. لا اخذوا منا غيره. اسرع. 27. اوكي 27. اكيد 27. لا 21. رده ردينا يلا غيره مو سبع يلا 21 خذوا منه غيره اذا 27. يلا 27 مره ثانيه هاي طيح. بس خلاص طلع 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 طاح 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 ما طاح ما طاح ما طاح. يلا سؤال يلا سؤال يلا سؤال. سؤالك يقول ماذا كان يطلق على رجال المباحث العامة في مصر في عصر المملوكي في العصر المملوكي؟ شنو كان يطلقون عليهم المباحث؟ في خيارات؟ نحط لك خيارات. هل كان يطلق عليهم اسم الشوافون ولا البصاصون ولا شنو؟ هذا خيارين يلا. الشوافون ولا البصاصون؟ الوقت راح بسرعة. الشوافون. شوافون؟ ايه. لا مو غلط غلط هم البصاصون. سهلة والله سهلة حتى أيام مسلسلاتنا التراثية الكويتية الحلوة وحتى الأفلام التاريخية كانوا يقولون البصاصون. الشوافون عمرهم ما قالت الشوافون. يلا زين اعطينا من لا ما فزتي مفاتيح. يلا اعطينا من 1 ل 30. 11. هذا 11. هذاك هذا هذا صندوقك هذا مفتاحك. يلا تعالي نبطل الصندوق اليوم علامكم اليوم مو مركزين مثقلين بالفطور ما ادري. يلا هذا 11. هذا 11 في ولا ما في؟ في ولا ما في؟ اليوم بطلنا صندوق واحد طلع فيه جائزة عدل؟ للحين ها للحين ما حد صاد الا صندوق واحد. خديجة هارد لك.
راحت عليك الجوائز كلها، يعني كنت كان ودي تاخذي لي 100 دولار، لكن يا جماعه الخير كم اليوم كم جائزه بالصناديق؟ مخرجنا يحيى شكراني يا ريت نشيك ونعلى الصناديق. خمس جوائز راحوا منهم جائزه، باقي اربعه. نقول الو امير. الو يا هلا يا مرحبا. مرحبتين اخوي، وكل عام وانت بخير. وانت بصحه وسلامه امير. هلا اخوي. عاد فرح قلبي وابيك تجيب الهاتريك اليوم. يلا. الو. تسمعني؟ الو. يلا خوش. ما اسمعك اجل اخوي. انزين 100 دولار لك كاش نقدي تستلمها من الكوت اذا طيحت البرج، عطني رقم، شو اسحب؟ رقم 8 يا ولد عمي. رقم 8 يا ولد عمي، خذوا منه غيره. غيره 7. 7 هم جاره، خذوا منه غيره. غيره عطني 5. 5. ساحبين من، انت مو قاعد طالعنا عدل؟ انا توني قاعد اشوف الحين. يلا تو قاعد تشوفني، الطابق اللي مسحوب منه وخر عنه. يلا. زين، عطني رقم، عطني رقم 18. 18. اخي ركز وياي، الطابق اللي خذوا منه وخر عنه، يعني عندك 28 30 وتصاعد. الطابق اللي ماخذين منه وخر عنه. زين عطني رقم 3. تبي 1 2 3؟ 3 يلا 3. هذا 3 وسحبنا، لا هذا 1، سوري يلا 3 كان. ايوه اي لا وياك لا تحاتي. هذا 3 وطلع زي الورد، معلش راح عليك الكاش، لكن ان شاء الله كبوناتك محفوظه لو جاوبتني صح. ان شاء الله. السؤال يقول: ما هو العالم العربي، من هو العالم العربي الذي تكلم عن الجاذبيه بألف عام قبل نيوتن؟ يا سلام، سابق نيوتن هذا. ها؟ يلا. عرفتي؟ اعطيك خيارات. خيارات؟ هل هو البيروني ولا البيروتي ولا الخوارزمي؟ اسماعيل مستانس ها البيروتي. يلا البيروني. البيروني؟ اي نعم. عدل شغلك، يلا نقلي جائزتك. تقول جائزتي؟ ايه من 1 ل 19، اي رقم؟ رقم 14. 14، هذا 14. هذا 14. اوه شغل عدل حلو. يلا تعال عطني مفتاح من المفاتيح عندك من 1 ل 30. يلا قول. 14. اهم 14؟ هم 14. ها 14 للاسف راح غيره. غيره حط 12. حط 12. 12 والله سبقوك عليه. غيره 10. شلون؟ 10. 10 كاهو، العشرة موجود. زين اتهقى في شيء ولا فاضي؟ والله انا وحظي بعد، وان شاء الله. ها؟ ان شاء الله نحصل شيء. ان شاء الله فيه. يلا ان شاء الله فيه. تعال 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 تعال. احنا ليش نسبق لهذا؟ قلت لي 10. اي نعم. يلا هذه العشرة، حطينا المفتاح، بطلنا صندوق. فيه ولا ما فيه؟ ان شاء الله فيه. اسماعيل فيه ولا ما فيه؟ ما فيه، يلا ما عليه. ما عليه حبيب، عليك بالعافية، فزت معنا بكبون من عطور أمل الكويت، بالإضافة إلى كبون مطعم الساحة. حلال عليك. أكون إذا كونت تعطوني كاش؟ يلا كونا. ما اليوم إيش فيني اليوم؟ اليوم مو راضي هذا. لحظة أجيب كرتي بعدين أقول ألو. لحظة خليني أجيب كرتي. ألو ألو رد عد. يلا ألو ألو. هلا مبارك عليك، ما تقدم للشهر. علينا وعليك أخيي، تبارك وعلى كل من يتابعنا أخيي. نعم. يلا هذه ال 100 دولار عطنا سحبة روح. 28. مركز وياي من زمان شكلك. اسحب اسحب شوي ولا مو شوي؟ حاول الطيحه نهائيا. لحظه ها 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 ها. اسحب بعد كنا مدفع الافقار. اسحب. لحظه قاعد يضحكني عشان يطيح. هذا التكتيك، شوف هنا اللعب. لحظه خلت نروح الضحكه. يلا ما طاح. شوف انت تكتيكك اكشر ترى.
بس ما ما يا علي زين لحظه دقيقه يمكن لما احط هذه فوق يطيح ما تدري يمكن صح ما يندرى صح زين احطها هني ولا هني ولا هني شوف حطها بالعرض بالعرض يلا بحطها لك هني بحطها لك هني يلا لحظه شو لحظه قربوا ولا قربوا ولا قربوا ولا هذه عطني عطني قرب اي خلينا نشوف اقطها قط بقطها لك قط يلا هم ما طاح ما لك دوا يلا ما علي اخذ السؤال الثاني يقول لك ما هو الاسم القديم للمحيط الاطلسي محيط الاطلسي ها الاسم القديم له اسم قديم يلا مشكلة احنا علمي عرفت يعني ما علمي يلا تعالي للأدبي روح يقول لك هل هو بحر الظلمات ولا بحر الأنوار ولا بحر الحداقة بحر الظلمات أو الأنوار أو الحداقة ايه شيل الحداقة على كتر الظلمات الظلمات يلا قالها صح يلا قبل الوقت يلا تستاهل تعال يلا دام انك راح يعني ونستني كذي تستاهل عطني من 1 ل 19 اي رقم؟ يلا اختار لي بعد ونستنا بالمره انت قول انا والله ما ادري شنو تحتهم 4 موجود يلا خلاص 4 زين لحظه دام انك حبيب كذي انا احب اللي يصير مصحصح هذا 4 نقلي بعد كرت خمسة هذا 5 انزين تبي 4 ولا 5 باليمين ها يمين تبي هذا ايه هذا يلا خشينا لك اياه تعال عطني مفتاح تعال يلا ها يلا قول لي مفتاح اختار رقم ايه اختار رقم من 1 ل 30 29 ليش سمعتها 50 انا على عامي اليوم مش متفطر يلا ها 29 يلا تعال يلا وياي قلت لي 29 ها اي يلا ماشي حطينا المفتاح بسم الله يلا قول يلا فتحنا بطلنا الصندوق بس ما طليت فيه انا تلقى فيه والله انا حاس ما فيه بس يلا انت كريم ان شاء الله اشوف هالصوت ما في لكن معلش اقول لك عليك بالعافيه فزت معانا بكبون مقدم مطعم الدير المأكولات الكويتيه وايضا كبون من مستشفى السيف عليك بالف عافيه لحظه كونه ولا ما كونه ذا كونته اذا كذي عيال فاصل ونعود معاكم في هاتريك متواصلين خلكم ويانا يلا حياهم الله من جديد في برنامج هاتريك متواصلين معاكم وإن شاء الله دوم فرحانين معانا بأيام رمضان الجميلة جدا سبحان الله روح جميلة ومعانا ألو نقول يا مرحبا سندس ألو يا أهلا مرحبا هلا فيك حياك الله خيتي مبارك عليك ما تبقى من الشهر أهلا عليك سندس يلا هذا الكاش هذا النقدي طاعش كثرة ما بي اخذوه تكفون هذه 100 دولار نقي رقم ها 31 اوه لحظة خل نعدل قعدتنا ايش معنى 31 كذي ها كذي يعني من الصورة قاعد طالع مركزة ويانا ايه يلا هذا 31 قاعد يلعب ترى ها بعد شلون اسحب هذا لازم وياه يلا ها يطيح ان شاء الله يطيح انا ما اشوف ما طاح يلا ما عليه سندس
زين لحظة 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 لحظة، في احتمال كبير لما نحط هذه فوق يطيح. احطه يمين لو يسار؟ بالنص؟ يلا ها ما طاح. يلا غير السؤال، عطونا السؤال، عطونا السؤال. السؤال يقول خلاص درينا انها خسرت، لازم موسيقى تزعل. يلا السؤال يقول ماذا يسمى صوت الرحى التي تطحن الدقيق؟ التي يطحن بها الدقيق. مخرجنا يحيى اشكناني صاير فصحى. يلا يعدل لي. يلا ماذا يسمى صوت الرحى؟ اختيارات، جعجعة ولا قعقعة ولا بقبقة؟ مرة ثانية، جعجعة ولا بقبقة ولا شنو قلت أنا بعد؟ قعقعة. ثاني واحد. منو؟ ثاني واحد قلت اللي هو شنو؟ أنا نسيت. جعجعة؟ جعجعة ولا قعقعة؟ راح الوقت خلاص خلاص. سندس سندس راح الوقت. يلا ليش مفاتيح؟ يلا عطينا رقم مفتاح. يلا عطينا من 1 إلى 30. سبعة. سبعة. هذا سبعة، وين السبعة؟ كاهو سبعة. يلا ايوه هذا السبعة، هذا المفتاح. وعاد بطلنا صناديق وايد، نبي صندوق في جائزة يا الربع. وين سبعة؟ كاهو سبعة. مخرجنا يحيى اشكناني سبعة فيه ولا ما فيه؟ يلا مخرجنا اليوم يقول جوائزك وينها يا ابو علي؟ يلا ماشي لحظة. ايوه هذا السبعة. هذا يبطل على اكس. يلا اوكي حظا اوفر، حظا اوفر لهذه المشاركة. للأسف حظ اكشر. عموما اليوم شو السالفة اليوم؟ انا ادري شو السالفة، بعدين اقول لك السالفة. نقول الو. الو يا هلا عبد الله. هلا فيك عبد الله. عاد يلا عطنا رقم وخذ وخذ 100 دولار. عطنا عفوا مو قدام التلفزيون. يلا شنو؟ اعطيك ارقام؟ اي عطني ما قاعد اشوف التلفزيون. عطني. انزين عندك من 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 34 متصاعد. روح. 36. ايه 36. اسحب لك 36. سحبناها. يطيح ولا ما يطيح؟ يطيح ولا ما يطيح؟ يطيح. لا ما يطيح. ايش رايك عاد؟ ما طاح. يلا ماشي لحظه يمكن يمكن يطيح. لحظه خلينا نحط هذه فوق، خلينا نحطها فوق. لحظه لحظه اشوف. لا ما طاح، ميزانها للحين مضبوط. يلا ماشي. سؤالك يقول سؤالك يقول ما هو اسم الملك الذي حكم بابل قبل الميلاد ووضع ها اقول ها عندك الجواب؟ ما قاعد اسمع لو تعيد بس. ما هو اسم الملك؟ لحظه انا اقول لكم تعطونا الوقت. ما هو اسم الملك الذي حكم بابل قبل الميلاد واقترن اسمه بقانون شهير يعتبر من اول القوانين في العالم؟ يلا اعطونا الوقت. الخيارات، هل هو حامورابي؟ حامو ايه ولا شنو؟ البابلي. حامورابي ولا البابلي ولا نيوتن؟ اسرع. هلا عيد عيد ما قعدنا. حامورابي ولا البابلي ولا نيوتن؟ اسرع. حامورابي. حامورابي صح. يلا تعال عطني رقم من 1 إلى 20. 12. 12؟ اي 12 موجود. يلا هذا 12. وغير ال 12 عطني رقم مفتاح. اختار بعد رقم؟ اي عطني رقم من 1 إلى 30. 9. 9 9 9 موجود. يلا هذا 9. يلا ان شاء الله فيه. يلا ان شاء الله فيها شيء. يلا هذا 9 ويا رب. قول يلا عاد تفوز مرة ثانية. يا رب. يلا يلا عاد عاد اذا هذا ما في عاد هذا طال عمرك في ما في جائزه في برغي. عموما اسمعنا اسمعنا بكبون مقدم مطعم الساحه زائد كبون من بلبيري. عليك بالعافيه اخي. لا في اتصال بعد. يلا محمد.
الو محمد بسرعه بسرعه عطني رقم. الو حياك الله. الو 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 اسمعك تسمعني؟ هلا هلا فيك. يلا تعال نلعب. 100 دولار عطني رقم. رقم 39. 39 انت ناطره ها؟ اي ناطره. قاعد تقول يلا ما حد يسحبها ها؟ ايه يلا يلا هذا 39 يا هذا 39 اشوف. اسحب يا ابو علي اسحب يا ابو علي. يطيح ولا ما يطيح؟ يطيح والله قام يلعب انا اشوفه. ها يطيح يطيح. لحظه 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 شوف شوف قام يلعب. لحظه 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 ما خسر. لحظه انا بحطه فوق يمكن يطيح هو هذا. يلا خلينا نشوف. احط حط ما طاح. يلا ماشي. السؤال يقول السؤال يقول يلا اعطني سؤال. عالم رياضي مسلم عالم رياضي مسلم. مسلم يعتبر اول من وضع علم الجبر اللي هو انت يا منو؟ منو حط علم الجبر؟ من اشهر كتب الحاسب. عالم رياضي يعتبر اول من وضع علم الجبر اللي وضع الخوارزمي الخوارزمي ولا الرازي ولا بن سينا؟ الجبر. الخوارزمي ولا الرازي ولا بن سينا؟ خوارزمي الرازي الرازي مو الخوارزمي؟ الخوارزمي. يلا اي صح. يلا عطني رقم روح. الخوارزمي صح. انت صح انت صح والله انت صح. 21. يلا من 1 ل 20 عطني رقم. من 1 ل 20 اسرع. 8. 8 كاهو 8. عطني مفتاح من 1 ل 30 اسرع. رقم 8. رقم 8 خذوه غيره. 20. يلا 20 20 وين 20 وين 20 هم خذوه غيره. 7. 7 هم خذوه غيره. 7. يلا 16 تبي 16؟ 16 يلا. يلا 16 انت وحظك. يلا روح تعال. هذا 16 بسرعه 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 بسرعه. ها ابطا 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 ابطا. يلا 16 هذا 16 بطل 16. صندوقك فاضي معلش. فس معانا للحين في كابون من مستشفى السيف بالاضافه الى كابون من كافي شوب باستيل. عليك بالعافيه. هذه جوائزنا لهذا اليوم وهذه اتصالاتنا وان شاء الله باكر يكون التركيز اكبر والفوز يكون احلى واحلى والوعد ان شاء الله بعد كم يوم باول سحب في برنامج هاتريك. نلقاكم على خير. في أمان الله.